كيفية إنشاء الإعلانات على نظام إدارة التعلم Blackboard. تستخدم أداة الإعلانات لإبلاغ الطلاب بالأحداث الجديدة أو المعلومات الخاصة بمقررهم الدراسي من واجبات واختبارات وغيرها من الإرشادات الهامة. يمكنك إنشاء الإعلانات بأي مقرر على نظام إدارة التعلم عن طريق الخطوات التالية: قم باختيار أحد المقررات التي تقوم بتدريسها من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة المقرر، ومن ثم يتم اختيار أيقونة الإعلانات من محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. عند فتح صفحة الإعلانات يمكنك الضغط على إنشاء إعلان لتظهر صفحة إنشاء الإعلانات المقسمة إلى ثلاثة أجزاء: أولاً، منطقة معلومات الإعلان والتي يكتب بها موضوع الإعلان من عنوان ونص الإعلان. ثانياً، منطقة خيارات الإعلان عبر الويب، ومن خلالها يتم اختيار المدة التي يظهر بها الإعلان، ولديك خيارين: إما ألا تقيد هذا الإعلان بمدة محددة، وإما أن تحدد هذه المدة التي يظهر بها هذا الإعلان للطلاب ومن ثم يختفي بعد انقضاء هذه المدة من خلال تحديد وقت وتاريخ الظهور من العرض بعد، وتحديد وقت وتاريخ الاختفاء من العرض حتى. ثالثاً، منطقة رابط المقرر الدراسي. إذا كان الإعلان يتعلق بإضافة درس جديد أو طلب حل واجب أو اختبار أو إنجاز نشاط معين داخل المقرر، يمكنك الضغط على استعراض واختيار هذا الدرس أو الواجب أو الاختبار لإرفاق رابطه في الإعلان. وأسفل الشاشة يمكنك إرسال الإعلان لنشره أو إلغاء كل ما قمت به في هذه الصفحة وحذفه تماماً.